الاستثمارات في مجال الطاقة في مجال طيب ما هما بت... جايين يتكلموا على الغذاء تحديدا، كانت لسه بتكلم من كام يوم انها جايه تبحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ازمه الغذاء أي احد الملفات يعني. تمام. نعم، هم حضرتك بتقول ممكن يستثمروا لو استثمروا في الطاقة هيحلوا مشكلتهم، العرب لو استثمروا في السودان هيحلوا مشكلتهم، ياخدوا مواقف، دعهم ياخدوا مواقف، هم ما بياخدوش مواقف العالم الغربي، بمعنى لما تيجي اثيوبيا تقرر انها تخنق دولتي المصب مصر والسودان ولا احد يتصدى لهم، ونشوف مجلس الامن فاداؤه المؤسف من سنة فاتت في تناوله لهذه القضية، لما نشوف تركيا أو إيران بيقفلوا إزاي على الأنهار العراق على العراق أو على سوريا أو في سوريا. دجلة أو الفرات، نعم. أو الروافد اللي جاية من إيران، نعم. فده كله ومحدش يتكلم ولا نقول يا جماعة الحقوق الأنهار العابرة حدود. للحدود، نعم. وبالتالي اثيوبيا النهارده بتتحدى الجميع، بتتكلم على يجب الملأ أن الثالث، يكون هناك بيتكلموا على الملأ الثالث يجب أن الشهر يكون الجاي. هناك يعني مواقف واضحة من هؤلاء الذين يطالبون بسيادة القانون الدولي على الجميع، القانون الدولي على الجميع، وإذا كنتوا أنتم بتعترضوا على عمل عسكري روسي تجاه أوكرانيا ما تنسوش أنكم بقالكم 55 سنة سايبين إسرائيل تعربد في الأرض الفلسطينية، هذا هو النقد اللي ممكن يتقال للأوروبيين. هم جادين عايزين الدول زينا يبقوا دول مستقرة عندهمش مشاكل، بيحلوا مشاكلهم بنفسهم يعتمدوا على بعض، ولا هو دايما حطك تحت انك لابد ان تحتاج الى اوروبا والى امريكا والى روسيا والى الصين، تحتاج للعالم، هو محتاج مصلحتنا. حضرتك بتتكلم على السد الاثيوبي، ومين اللي وقف معنا في السد الاثيوبي؟ شوف هم اثيوبيا تتحدى الجميع وتتحدى العالم زي ما حضرتك بتتكلم. هم دفعوا الغرب اه دفع الامور في المنطقة في الفترة من تدمير مركز التجارة في 2001 دفعوا الأمور وصولا إلى 2011، كانوا متصورين أنه هنغير المنطقة دي وعملوا اللي عملوه فيها. طب ما حصل تغيير، تغيير في ليبيا إلى الوضع اللي احنا شايفينه، تغيير في سوريا إلى الوضع اللي احنا شايفينه، نعم. تغيير في لإيران للوضع اللي احنا شايفينه، تغيير في السودان إلى الوضع اللي احنا شايفينه، بمعنى أن كل المنطقة تعرضت للاهتزاز الشديد.